يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة ثم ارتعالى الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها دم في الفردوس. مزق كتابي خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر ووقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. زوج سبت يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيية، وبالمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافاتك. آمين. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة
لترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كنينك آئي كيسوس إيون عستون إيونون. آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. زوج سبتريك يوك أجيب نعمتي، نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. كنينك آئي كيستوس إيون أستون إيونون. آمين. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نابط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إله.